ألا إنهم هم المكسبون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون لا يعلمون. من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن على المواطن أن تأتي الإساءة للوطن على أيدي من ينتمون إليه اسما ويتجردون من مسؤولية هذا الانتماء فعلا وسلوكا وممارسة. فئة محسوبة على الوطن انشقت على الإجماع وانحرفت عن جادة الصواب واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر على الوطن والمواطن. إن حب الوطن والانتماء إليه فرض ويدافعون عنه أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعون من خلال دعوتهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية، لزيادة نفوذهم الطائفية وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المجموعة. تراهم يتشدد مرتبطة بها وتخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية. والاستقطاع جزء من الأراضي المصرية من محافظة شمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة، وهو ما يتلاقى مع أهداف جماعة الإخوان المسلمين التي لا تمانع في ذلك، باعتبار أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة هي جزء تابع للتنظيم الدولي الإخواني. الإعداد المسبق والتحرك لتغيير نظام الحكم في مصر وتقديم حركة حماس الدعم اللوجستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم، على أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بعد توليهم السلطة في مصر بتقديم الدعم المادي واللوجستي لحركة حماس في غزة. إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن القصد في المنتهى للبراءة، فقامت بنظر الدعوة في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار أعضاء المحكمة، واستمعت إلى شهود الإثبات الذين تقدمت فيهم النيابة العامة، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع أحواله وإبداء معلومات للإحاطة بالدعوة عن مصر ومصيره، وقامت بسماع شهادة 44 شاهدا من بينهم كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث، فوجدت في شهادتهم إحقاقا للحق وإنارة للطريق أمام المحكمة لتنطق بالقول الفصل فيها. بعد جلسات بلغ عددها 88 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق الأحد. وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 994 صفحة، وعقدت على دراسة جميع أوراق الدعوة دون كلل أو ملل وصولا للحقيقة، حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالفه شك أو عوار، يقينا تغيير لا مرية فيه، كافيا لإدانتهم على نحو ما ورد لوصف القانون السليم الذي أثبتته المحكمة على الوقائع التي ارتكبها